حصاد الجنوب، أهلا بكم. رأس الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد اجتماع لوزراء المجلس في الحكومة لمناقشة آليات تنفيذ المصفوفة المنبثقة للاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء المنعقد برئاسته الأسبوع الماضي. الاجتماع استعرض المقترحات بشأن الإجراءات التنفيذية للمصفوفة لتعزيز إجراءات البنك المركزي الأخيرة الرامية لوقف تدهور العملة المحلية وخطوات النهوض بالخدمات وتفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية وبمقدمتها مصافي عدن، موجها بسرعة تنفيذها. أكد الرئيس عيدروس الزبيدي خلال لقائه اليوم رؤساء اللجان الدائمة بمجلس المستشارين عن ثقته بقدرتهم على تعزيز العمل التنظيمي للمجلس. الرئيس الزبيدي شدد على الانضباط والالتزام والعمل وفقا للوائح والأنظمة المحددة لمهام واختصاصات كل لجنة وبروح الفريق الواحد كونه أساس عمل المجلس، وتنسيق الجهود مع الهيئات المركزية والمساعدة في المجلس لتحقيق أهدافه. استعرض علي الكثير رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي خلال لقائه اليوم الباحث السياسي الفرنسي جيرارد فيسبر رئيس مركز لوموند للدراسات السياسية. استعرض العلاقات التاريخية التي تربط فرنسا بالجنوب. الكثير استعرض أيضا خلال اللقاء دور الجمعية الوطنية باعتبارها برلمانا جنوبيا يهتم بالقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الجنوب، مؤكدا أنها تحرص على مخاطبة الشعوب والقوى المؤثرة دوليا وإقليميا لمناصرة قضية شعب الجنوب. وضع محافظ أرخبيل سقطرى المهندس رافت علي الثقلي اليوم في مدينة حديبو حجر الأساس لمشروع كلية المجتمع سمو الأمير صباح الأحمد صباح أمير دولة الكويت الراحل. ويتضمن المشروع مبنى القاعات الدراسية مع قاعة مؤتمرات تسعة 700 فرد ومباني إدارية وسكن أعضاء هيئة التدريس وسكن الطلاب مع المطعم، بالإضافة إلى مسجد وملعب وملحقات أخرى على مساحة تقدر ب 45,000 متر مربع. نهاية الحصاد لهذا اليوم. إلى اللقاء.